قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية من خلال مبادرة سبيل. تهدف المبادرة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، كما تهدف إلى إدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضى وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة التي تعد أحد نماذج الأعمال الخيرية المقدمة من المؤسسة للأسر الأكثر احتياجاً. احنا في اطار سعي مؤسسه حياه كريمه انها تلبي احتياجات اهالينا مستحقين والمرضى، احنا متواجدين النهارده داخل المستشفى الجامعي بمحافظه الاسماعيليه في اطار مبادره سبيل اللي بتقدم وجبات غذائيه ساخنه لاهالينا من اهالي المرضى اللي منتظرين داخل الطوارئ. احنا النهارده يعني معانا اكتر من 1000 وجبه غذائيه ساخنه، والحمد لله يعني شايفين مدى الاقبال وردود الفعل الايجابيه من اهالينا من المواطنين اللي سعداء ان احنا بنقدم حاجه زي كده.